بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن النعم التي سنتحدث بها نعمة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، فهو نعمة الله علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه للخير وأن يعينه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصره نصرا عزيزا مؤزرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصره نصرا عزيزا يعز به الدين ويذل به رقاب أعدائنا الجاحدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما فيه الخير. نسأل الله تبارك وتعالى، إنه مفتاح الخير، إنه مفتاح الخير. نحمد الله عليه، نحمد الله على وطننا العزيز، نحمد الله تبارك وتعالى على الشعب المغربي الذي من صفته التراحم والتعاطف والتواد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر أميرنا أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم يا رب انصره نصرا تؤيد به الإسلام وتؤيد الإسلام به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه في صحته، وأن يحفظه في شعبه، وأن يحفظه في ولي عهده المحبوب مولاي الحسن وفي كافة أسرتي. إنك سميع مجيب. وامطر يا رب شعابيب الرحمة والغفران على فقيدي العروبة والإسلام وبطلي التحرير والاستقلال، جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما، اللهم اجزهما عنا أحسن الجزاء. اللهم ألحقهما بنبيهما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.